مساء الخير ومرحبا بكم في برنامج الإثراء الشتوي 2023 سلسلة محاضرات الخريجين. مسرورة أن نراكم جميعا. أشعر أننا نتحدث في قاعة فارغة، ولكن لفائدة المتحدثين الثمانية الخريجين أريد أن أؤكد لكم أنه لدينا كذلك بثا حيا على الإنترنت، وأنا أعرف أن هناك الكثير من الناس في المملكة وفي كاوست وفي الخارج الذين يشاهدون الآن، فنرحب بكل الذين يشاهدون عن بعد. لأولئك الموجودين هنا قد تضحكون عندما أقول أرحب بكم في أكبر سلسلة خريجين لدينا، ربما لا تعرفون ذلك لأنه الحاضرين هنا شباب، لكن هذه من أكبر سلاسل محاضرات الخريجين لأنه لدينا ثمانية خريجين رائعين سيتحدثون إلينا اليوم. وعندما سألني المدير كيف انتهينا بثمانية، لأنه عادة ما يكون أربعة وخمسة خريجين، ذلك لأنه مجتمعنا قد نما وكبر، ومن الصعب من خلال المقترحات المقدمة والعمل الذي يقوم به الخريجين من الصعب أن ندعو مجموعة صغيرة منهم. كل الذين دعوناهم قالوا نعم، وهذه المرة الأولى في برامج الإثراء الشتوي التي جميعهم يوافقون فيها على الحديث وكلهم حاضرين هنا. إذن خلال الساعات القادمة سيكون لدينا ثمانية خريجين يتحدثون، وهؤلاء الخريجون قضوا كل السنوات بعد تخرجهم من كاوست، فلدينا ثلاثة مؤسسين ولدينا خريج تخرج في 2022، ومن ثم لدينا خريجين من كل السنوات بين ذلك. سيقدمون هم أنفسهم وسيتحدثون عن رحلتهم في كاوست وكذلك عملهم المهني. لدينا صبا النظيف، لدينا مايكل مارجينو وإيمان الحجي ويولي وجستين براغي وعلي الداود وجيان بان ومحمد فلمبان. إذن بدون أي تأخير أقدم المتحدث الأول الذي هو صبا النظيف التي ستبدأ الحديث. مساء الخير لكم جميعا، وشكرا جزيلا لقدومكم، والشكر لكل من يشاهدنا في مختلف أنحاء العالم، وشكرا لك لي لهذه المقدمة اللطيفة. يشرفني أن أقف هنا اليوم وأتحدث عن عملي في كاوست وبعد كاوست. هذا العرض أردت منه أن يكون عرضا ملهما للطلاب الشباب الذين التحقوا بكاوست مؤخرا، والطلاب الشباب الذين يأتون كزوار إلى كاوست للمرة الأولى أيضا، وأمل أنه يلهم من خلال رحلتي أكثر من نتيجة الرحلة نفسها. اسمي صبا نظيف، وأنا عالمة في مستشفى الملك فيصل في الرياض، وعملت كذلك في جامعة جورج واشنطن في. وقبل أن ألتحق بكاوست أنا من طريف، وهي مدينة جميلة على الجبال، ودرست التكنولوجيا بالعربية، كانت إنجليزيتي ضعيفة، وبعد ذلك الحين كان هناك معهد يسمى كاوست وقررت أن أتقدم له. وعندما تقدمت في المقابلة ذهلت كيف يمكن أن أنضم إلى كاوست ولغتي الإنجليزية كانت ضعيفة، لكن درجاتي كانت عالية. كاوست قدموا لي دعم كبير للسفر في العالم، وكانت أول زمالة لي في الولايات المتحدة، أول تدريب لي في الولايات المتحدة في جامعة جورج واشنطن، وبعد ذلك حصلت على منحة كاملة لدراسة الدكتوراه في كاوست في برنامج رائع بالشراكة بين كاوست ويو سي اي في كاليفورنيا. منذ ذلك الحين عملت على موضوع نسميه الإبيجينيتكس، والكثير ربما لا يعرفون ما هي الإبيجينيتكس. لو سألت نفسك ما الذي يميز توأمين يأتيان من نفس الأب والأم، فكيف يختلفان مع مرور الزمن؟
الإبيجينيتكس تشرح هذه الظاهرة، لأنه لدينا معدلات تتغير أثناء فترة حياتنا من استجابة للبيئة والعوامل البيئية حولنا، وهذه الاستجابة تغير أنواعنا، فلهذا التوائم يتصرفون بطريقة مختلفة عن بعضهم البعض، بالرغم من أنهم لديهم نفس الخلفية الجينية من الأب والأم. والجينات هنا بالإمكان أن تشغل أو تطفأ أثناء فترة الحياة، ونحن نشرنا عمل الرأي عن مع المتعاونين معنا في الولايات المتحدة، ووجدنا أنه إذا عرضنا الفأر لغذاء فيه الكثير من الدهون، كل البرامج الجينية يعاد برمجتها إلى جينات جديدة، بعضها تشتغل وتتوقف وهكذا في مختلف الأنسجة، وذلك يؤثر على الأيض، وهذا يؤثر ويؤدي إلى فينوتايب مختلف لوحظ في الفئران، ونفس الشيء يحصل لأجسامنا نحن كبشر. بعد هذه الرحلة الناجحة أتيحت لي الفرصة أن أسافر في مختلف أنحاء العالم ونأخذ عملي الذي يقوم به، وأيضا اكتسبت بعض المهارات فيما يتعلق بالعرض. شاركت في كل الكورسات التي قدمتها كاوست، التحديات والتيك توك وغير ذلك، من أجل تحسين قدراتي ومهاراتي في العرض والإلقاء، ولكي أقدم وأعرض العمل الذي قمت به لمختلف الجمهور. وفي 2019 تخرجت، وكانت من أسعد اللحظات في حياتي. تخرجت في 2019، ولكن غادرت كاوست في أصعب فترة من السنة 2020، عندما كان لدينا الجائحة ومعظم طلبات العمل في وقتها توقفت، وكان هناك الكثير من الرفض، لكن أنا كنت محظوظة أني تقدمت لزمالة تسمى زمالة ابن خلدون لدعم النساء السعوديات الشابات اللواتي حصلن على الدكتوراه، وهي صعبة لأنه يتم اختيار أفضل 5 مرشحات، وتذهب من خلال هذه الزمالة إلى بوسطن لسنة وتختار المختبر ومن ثم تقبل فيه. في MIT حضرت محاضرتين في كاوست، حيث دعي شخص رائد في مجال اللقاحات، لأنني أردت أن أتحول إلى العلوم التحولية، فدعي البروفيسور كاندن لمرتين في كاوست في الويب 2020 وفي إحدى الدورات. وعندما استمعت إلى حديثه الرائع قفزت مباشرة وأردت أن أعرف ما الذي يقوم به. يسمونه إديسون الطب، لأنه مقدر كثيرا لعمله الرائع في تطوير اللقاحات والأدوية، وليس ذلك فقط، وإنما هو مبدع إلى حد بعيد، يستطيع أن يحول العمل الذي يتم في المختبر إلى السوق، وحصل على ترخيص أكثر من 350 شركة في مجال الصيدلانيات والتكنولوجيا الحيوية. هذا شراء، لكنه كان قد رفض في بداية عمله أكثر من مرة، فلذلك أنا ألهمت به، لأنه وجد العلاقة بين الجانب الأكاديمي والجانب التجاري. وعندما انضممت إلى مجموعته كنت مصدومة، ما الذي يمكن أن أقوم به؟ لديهم الكثير من المهندسين الكيميائيين، لكن القليل منهم في البيولوجيا، وأنا كانت خلفيتي بيولوجية بحتة، فاستغربت ما الذي يمكن أن أقوم به في مجموعته. كانوا في ذلك الحين يركزون على منصات مختلفة من أجل تحسين لقاحات كوفيد-19، وهو المؤسس الشريك الأكاديمي لموديرنا، حيث يستخدمون الحمض الأميني والحمض النووي عفوا، ويستخدمون الفيروسات غير المفعلة من أجل خروج بلقاحات. البحث الذي قاموا به بحث رائع، لأنه هذا مشروع صغير ووصل إلى مرحلة براءة الاختراع، حيث يستخدم مواد النانو، لأنه هذه الآن تستخدم في السوق كحامل للقاحات. فاستخدمنا الاستروجين الذي هو الجسم المضاد الأنتيجين، والنظام الذي تم تصميمه هو كركوت في الأعلى، والذي يعزز المناعة
ويحفز المضاد والأنتيجين، واستخدموا ذلك في حملة نانو كارير، وتستخدم إطار زن اف والذي يحتوي الحديد، وبعد ذلك قاموا بتحميل ذلك في إبر دقيقة وتم حقنه. وعندما يحقن نريد أن نعرف كيف يحدث الإطلاق له في الجسم، هل هو آمن أم سمي. بعد تجربة مجموعة من الجرعات وجدوا أنه بالإمكان بعد 5 أسابيع بعد استخدام هذه المنصة الجديدة يكون لديهم استجابة أفضل عندما لديهم معايرة للأجسام المضادة والتي تثبت لنا كفاءة اللقاحات. ولكي نعرف حجم الأجسام المضادة في الدم، فعندما قارنوا هذا النموذج بالنموذج الذي لا يحتوي على الزف 8 وجدنا أنه في العمود الذي في المنتصف بعد 5 أسابيع أنه لدينا استجابة جيدة جدا، وذلك يعني أننا نصل إلى المناعة اللازمة، وهذه منصة جديدة. فعندما انضممت إلى المختبر أردت أن أتحقق ليس فقط من معايرة الأجسام المضادة، وإنما كيف نفهم هذا اللقاح وهذه المنصة فيما يتعلق بالاستجابة المناحية والسمية وغير ذلك في الخلايا. قدمت لهم للمرة الأولى مسألة كيفية استخدام طرق التسلسل السيكونسينج، وعندما أدخلت طرق السيكونسينج أو التسلسل في المختبر للمرة الأولى ساعدهم في أن يفهموا كيف يمكن أن تكون هذه المنصة أكثر دقة وحساسية للقاحات كوفيد وسارس، وكيف نتحقق من الاستجابة المناعية البشرية التكيفية، وكذلك سمية هذه المنصة التي يجب أن نركز عليها. فعندما أدخلت هذه الطريقة للتسلسل تمكن بنجاح من أن نجد أن هناك تسليم أفضل للإس بروتين إلى الخلايا، وهناك تفعيل كفؤ لخلايا التي سيلز، ذلك يعني أنه المناعة اشتغلت، وكذلك لدينا استجابة مناعية كفؤة تجاه سارس وكوفيد 2. فكان لدينا لقاحات موجودة في السوق، فكان السؤال لماذا نستكشف منصات مختلفة؟ أولا أردنا أن نحسن من الاستقرار وأن يكون مستقرا تحت مختلف الظروف الحرارية، ونحن نستهدف الدول منخفضة الدخل والتي لا يمكنها أن تقدم اللقاحات التي موجودة في السوق التي هي مكلفة. وردنا كذلك أن نحسن من إنتاج هذه اللقاحات عندما يكون لدينا جائحة، نريد أن نسرع عملية إنتاج اللقاحات. فهذا باختصار ما قمنا به هناك، وهو عمل أو مشروع هام جدا. وبعد ذلك كما ترون أنا تعرضت لمختلف الخلفيات، قفزت من البيولوجيا إلى اللقاحات، وفكرت كيف يمكن أن ندمج كل هذه الأمور، الجينات واللقاحات والإبيجينيتكس، من أجل مساعدة الشعب السعودي بعد عودتي. بعد ذلك تم قبولي لكي أكون عالمة أولى في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لكي أعمل في قسم الجينيتكس، وذلك يساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الطب والمنتجات الصيدلية. إذا ما سألنا أنفسنا ما هو الطب الشخصي، كل شخص له تركيب جيني فريد. فالطب الشخصي بالإمكان أن يقفز بنا من الطب التقليدي إلى الطب الذي يناسب حالتك أنت تحديدا، لكن قبل ذلك علينا أن نفهم كيف نقي من الأمراض، وإذا وقينا أنفسنا من الأمراض سنعرف أفضل كيف نشخص الأمراض ونعرف الآلية التي تحدث بها الأمراض في مجتمعاتنا، وكل ذلك سوف يساعدنا في تحقيق أهداف الرؤية 2030، حيث نريد أن نكون يكون لدينا نظام صحي شامل وفاعل. فما نقوم به في المستشفى، لدينا مجتمع معين حيث لدينا الزواج الذي يحدث بين الأقارب هنا في المجتمع، وقد يكون هذا سببا يؤدي إلى ظهور الأمراض الجينية التي تحدث فقط في مجتمعنا. فهناك أمراض نادرة في العالم الآخر ولكنها شائعة وتكرارها كبير هنا لدى السكان. فنريد أن نفهم
الأسباب الجينية لذلك، وبحيث أنه نعمل مع الشركات الصيدلانية من أجل أن نصمم منتجات تستهدف الأمراض الجينية فقط في السائدة في الشعب السعودي. فربما تعتقدون أنه هذه الرحلة سهلة، كلا، أنا عانيت كثيرا ورفضت أكثر مما قبلت، والفشل كان أكثر من النجاح، ولكن في النهاية حققت ما كنت أتطلع إليه وحصدت ثمار رحلتي وعملي، وعملت ونشرت مقالتي في مجلة مرموقة، وأعرف أنه لدينا جيل شاب يستمع إلى هذا الحديث، يأملون في أن يستلهمون من خلاله. فأريد أن أقول أنه الحافة في حياة كل طالب هي أن يقرر بين الجانب الأكاديمي أو الجانب التجاري، وهذا خيار صعب. فأريد أن أعرض عليكم مجموعة من النقاط الهامة لكي تساعدك في اتخاذ القرار. يجب أن يكون لديك مدرب أو معلم جيد، سواء كان في الرحلة الأكاديمية أو التجارية. إذا ما أردت أن تتجه إلى التجارة، فيجب أن يرعاك أحد لإنشاء شركتك، وإذا ما اتجهت إلى الجانب الأكاديمي، فيجب أن يساعدك أحدهم. هذه الأمور مهمة، ويجب أن تفكر فيها قبل أن تفكر في الصورة الكبرى. واصنع ماركة لنفسك ولا تقلل من شأنك وقدراتك. أنت جيد وأنت في كاوست، يجب أن تعرف كيف تصنع ماركة لنفسك. وسواء قررت أن تذهب إلى الجانب التجاري أو الأكاديمي، الإخلاص والتشبيك مهم حتى لو كانت خبرتك صفر. هذا مهم من أجل أن يساعدك في النجاح في عملك القادم أو قرارك القادم. وبالإشارة إلى ذلك، أثناء فترتي في كاوست التحقت بدورات الانترنشيب والتيك توكس وغير ذلك، وعندما انضممت إلى معمل روبرت لانجر، حولوا كل مشروع إلى السوق وبنوا شركات ناشئة. عندما التحقت بهم لم أكن أعرف ما هو البروتوتايبينج أو ما هو مكتب نقل التكنولوجيا، لكن أنتم في كاوست ولديكم كل الموارد متاحة. اذهبوا إلى هناك وشاركوا ودعوا تجارب الآخرين تلهمكم من أجل أن تتخذوا القرارات السليمة. وحتى إذا فعلت كل شيء ولكنك رفضت أو فشلت، لا تنسى قيمتك. ربما أنت تسوى الكثير أو تساوي الكثير. وأثناء هذه الرحلة كن سعيدا وحاول أن تستمتع بها قدر المستطاع. ولأنها المرة الأولى لي التي أقف هناك خريجة، أريد أن أشكر كاوست لإعطائي هذه الفرصة للتحليق والطيران. بدون كاوست لم أكن لأنجز ما أنجزته اليوم. وألخص في هذه الشريحة اللحظات الرائعة التي عشتها في كاوست، والأقرب منها إلى قلبي هي التي مع رئيس الجامعة توني تشان في الأعلى، وهو شخص متواضع ورائع، وبالإمكان أن تأخذ معه صورة سيلفي بسهولة. فيرجى أن لا تنسوا مشاركة هذه المحاضرة في صفحات التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا. هل لدينا من أسئلة؟ ربما أونلاين. شكرا جزيلا لوقتكم. السلام عليكم. السلام عليكم ومساء الخير لكم. أنا مايكل بوغدان مارجينانو، حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الحيوية من رومانيا، ويشرفني أن أكون هنا معكم لكي أعرض عليكم قصة رحلتي بعد التخرج من كاوست في 2019. هي رحلة استلهمتها من خلال حفل التخرج الذي حضرته في 2015 كخريج للماجستير، وبشكل خاص بكلمات رئيس الجامعة السابق جان لو شامو والمتحدثة في حفل التخرج لبنى العليان، الذين شجعوا الخريجين من مختلف أنحاء العالم أن يساهموا في بلدانهم وأن يفيدوا كل الناس في العالم وسكان العالم.
هذه الرحلة أخذتني إلى رومانيا، عدت إلى رومانيا ومدينة تيموشورا الواقعة في المنطقة الغربية من رومانيا، وهذا العالم في هذا العالم سميت كأحد العواصم الأوروبية للثقافة. أثناء تواجدي في كاوست كنت أدرس في بيولوجيا الخلايا الجزيئية، وبحثي ركز على تكنولوجيا النانو في السرطان، ودرجة الدكتوراه على العلوم العصبية والأيض في الدماغ. أنا تحملت على عاتقي تحدي إنشاء مركز أبحاث، وكنت أحاول أن أعالج المشاكل الصحة الرئيسية في البلد التي تؤثر على حوالي نصف مليون شخص، والتي هي الحساسية للأمبروزيا، اللقاح الأمبروزيا، حبوب اللقاح. فقمت بإنشاء مشروع بحثي طبي من أجل تطوير علاجات مناعية نهدف من خلالها إلى الحيلولة دون الارتباط بين هذه البروتينات المصورة بالأصفر مع الأنتيجين، وذلك ما حفز التفاعل الحساسية. فهذا البحث كان طبعا جديدا وكان فيه تحدي، وبشكل موازي بدأت بالتدريس في كلية الطب وكمحاضر في علم فسيولوجيا البشرية. كان لدي تحدي أثناء الجائحة، بدأت بالتدريس عندما كان التدريس يتم عن بعد أونلاين، وذلك دافعني إلى الحافة ربما لكي أتكيف مع هذا النوع من أنماط التدريس، ولكي أتعلم كذلك وأن أدرس فسيولوجيا الجسم البشري كاملا وإيجاد التوازن بين الصحة والمرض، لأنه خلفيتي معنية بالخلايا، فكان ذلك تحديا بالنسبة لي. لكنها كانت تجربة رائعة وقد ألهمتني أكثر من خلال التفاعل مع الطلاب الشباب في كلية الطب وكذلك في الفعاليات التي أجريت، وقد استلهمت بالشباب بشغفهم للتعلم أكثر حول الأبحاث الطبية الحيوية والتعرف في هذا المجال. فبالعمل مع صديقين في الكلية قمنا بإنشاء منصة تعليمية للطلاب الشباب في الثانوية وغيرها من أجل تمكينهم من إيجاد مدربين خاصين أو معلمين في رومانيا وفي أماكن أخرى في العلوم الحيوية والطب. وكذلك أطلقنا أو أنشأنا منظمة غير حكومية من أجل تنظيم منافسات للطلاب، وهي منافسات للأفكار، تحفيز الطلاب أن يكونوا داعيين من أجل تطوير العلوم الحيوية والطب. البايومنتر هاب، هذه المنصة ألهمتني أكثر، وفي 2020 بالعمل مع فريق من 9 علماء آخرين من 7 دول فزنا بليندا سايثون، وهي منافسة تم تنظيمها من قبل مؤسسة ليندا، وقد كنت قادرا على اقتراح أفكار لمنصة تدريبية وتعليمية لهذا المجتمع، وكان ذلك ممكنا فقط لأنني حضرت ذلك الاجتماع بدعم من كاوست في 2018 مع زميلين رائعين آخرين كان يدرس هنا أيضا. فلذلك التجربة مع ليندا هاب جمعتني مع زميل آخر في السنة الماضية، وكان ذلك رائعا. عادة ما تذهب إلى هناك للمرة الثانية إذا ما فزت بجائزة نوبل أو إذا دعيت كضيف خاص، فنحن كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا. الآن ربما تعتقدون أن ذلك نهاية رحلة العودة إلى الوطن والتي كانت رحلة سعيدة. كلا، لم يكن ذلك الحال. عندما كنت في بلدي كنت أبحث في مجالات بحثية أشعر أنها تحفزني من أجل أن أنخرط في عمل علمي طويل الأجل، وهذا الإلهام أتى بشكل غير متوقع عندما كنت أحضر دورة عملية رائعة في العلوم العصبية في بوردو. سمعت للمرة الأولى
حول المجال الناشئ العلوم العصبية للسرطان، وهذا مجال رائع أن ننظر بين التفاعل بين الجهاز العصبي وتطور السرطان. في 2019 اكتشف للمرة الأولى أنه النيورونات الصحية تتفاعل مع خلايا السرطان، وذلك فتح مجالا كبيرا للبحث والدراسة لكي نعرف التفاعل بين النظام العصبي والسرطان. فبالنسبة لي كانت لحظة يوريكا وجدتها، وشعرت أنني سأكون جزءا من فريق ناسا، كما لو أنني جزء من فريق ناسا الذي أرسل البشري الأول إلى القمر. وكنت متحمسا، وهذا الحماس والدافعية أخرجتني من رومانيا. ففي أكتوبر من السنة الماضية انتقلت إلى معهد فرانسيس كريكس في لندن، حيث الآن أنا زميل تدريب بعد الدكتوراه في مختبر السرطان والعلوم العصبية الذي يرأسه البروفيسور بير ماجستريتي. وهنا في هذا المختبر لدينا حوالي 20 عالما يعملون في هذا المجال تحديدا، ولم يكن ذلك ممكنا بدون التشجيع والتدريب المستمر من مستشاري في الدكتوراه بير ماجستريتي. في هذا المعهد أعمل حاليا على أحد أقوى أنواع السرطان أو شدها عدائية، وهو سرطان الرئة small cell، والذي هو نوع قوي من السرطان يترك المرضى بفرص قليلة في الحياة يتجاوز 5 سنوات. فمعهد فرانسيس كريك هو بيئة جديدة أتكيف عليها، كان علي أن أتكيف عندما عدت إلى رومانيا. هذا معهد رائع وقد أنشئ قبل 5 سنوات، وهي شراكة فريدة بين 3 جامعات رئيسية في لندن، كينغز إمبريال UCL وثلاث منظمات أخرى تدعم الأبحاث الطبية. لذا أحسست أنني الآن أتابع مشروعاً حيوياً ومهماً في مجال الأبحاث، ولكن ظل هناك التساؤل، ما هي المحطة القادمة في مسيرتي المهنية؟ لا يمكنني القول بأنني سأذهب في اتجاه محدد دون الآخر، ولا أعرف ما هي الخطوة التالية في حياتنا وفي مسيرتنا المهنية. ولكن ما انبثق أمام ذهني الاقتباس الجيد من جالو سمو الذي قال بأنك ينبغي ألا تركز على الماضي بشكل كبير، ولكن يجب أن تكون لديك فكرة بشأن ما ينبغي أن تركز عليه، ولكن الأساس هو أن تركز على الامتياز في كل شيء تقوم به، وحينما تقوم بذلك فإن الفرص ستأتي تباعا. لذا فإنه في ظل التجارب التي قمنا بالحصول عليها ومسار رحلتنا في كل مكان في العالم، فإننا يجب دائما أن نسعى إلى جعل العالم عالما أفضل. وأشجعكم جميعا في أن تكونوا واضحين وأن تتصفوا بالشجاعة وأن تتابعوا أحلامكم، ويجب أن تصغوا إلى الشغف الذي يقودكم في المجال العلمي أو في أي مجال آخر. وبهذه الكلمات فإنني أتقدم لكم بوافر الشكر، وأتمنى لكم نجاحكم في كافة جوانب الحياة. إن كانت هناك أي أسئلة فإنني سعيد في الرد على ذلك، ويمكن أن تتواصلوا معي عبر الإيميل أو نحوه. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، طاب مساءكم السيدات والسادة اليوم. إيمان الحجي، وأعطيكم اليوم نبذة موجزة بشأن
ما عكفت عليه في عملي. كنت طفلة صغيرة وظللت أوجه كثير من الأسئلة لوالدي، حيث أنني ظللت أبحث عن الحقيقة، حيث أنني دائما أشير إلى أن الحقيقة هي في مآلاتها النهائية، تعني بأن نستمر قدما في البحث عن الجمال، جمال الطبيعة، وأن نسعى دائما إلى تعزيز الروابط مع عالمنا وتعزيز الروابط البشرية. ومع ذلك فإن هذه الطريقة ليست مثلى. ومع ذلك في 17 شهرا وجدت نفسي في هذه المرحلة من الحياة، وكانت هناك 9 أشهر من الحمل، وإلا فإنه كان من الصعب أن نمضي في الحياة بلا تحديات. ولكن في مرحلة محددة كنت في السنة الثانية من المدرسة الثانوية، وكنت على عزيمة بأنني ينبغي أن أواصل مسيرتي، وأكدت على أن أذهب إلى المدرسة رغم ذلك. وبعد ذلك تشاورت مع أسرتي ومع زوجي ووالدتي وأمي وأبي، ولأول مرة تلقيت أحرزت بنسبة 100% في المدرسة في الشهادة الثانوية. عقب ذلك تلقيت اتصالا من كاوست، وكنت مندهشة حينما اتصلوا بي في 2012 وطلبوا مني هل ترغبين في الذهاب للدراسة في الخارج، وقالوا بأننا جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. وسألت أين تقيمون، وقالوا بأننا في الجانب الغربي في المملكة العربية السعودية، وأطلعوني عن كافة الأشياء التي تميز كاوست، وتأكيد على البحث والمجتمع المتميز، وهناك منحة متميزة. وفي ذلك الوقت كان ما رأيتم وشهدتم، فإنني كانوا جميعا يتساءلون دائما ما يدفعوننا إلى أن نكون مهندسين أو أطباء، وما كنت أرغب في الذهاب إلى الخارج. وفي هذه المرحلة كان خاصة بالنسبة للسيدات، فإن فرصة الدراسة في الجانب الهندسة، وكانت هذه الفرصة من كاوست كأنما كانت هبة من الله. فإنني قلت بأنني سأواصل ما أرغب فيه، ولدي شغف تجاه العلوم والكيمياء والفيزياء، وأحب الهندسة. وكانت تلك مرحلة مهمة في 2012، وذهبت إلى الولايات المتحدة برفقة زوجي وطفلي، وكانت الرحلة شاقة جدا وكانت صعبة، إلى أن تخرجت في من الجامعة. وعقب ذلك لقيت أيضا، حصلت على الدرجة الكاملة في تخرجي من الجامعة، وكان ذلك أيضا هناك دعما كبيرا من زوجي والأسرة بأسرها. وذلك كان في 2018، وكنت في ذلك الوقت جاهزة إلى العودة إلى كاوست. وفي تلك الفترة فإنني قد حصلت على كافة فرص الإثراء المعرفي في أن الحصول على المؤهلات المهنية المختلفة التي يجب أن أتحلى بها. ومن ثم أتيت إلى كاوس في أغسطس 2018 وبدأت مسيرتي نحو الحصول على الدكتوراه، وركزت على البحوث في النانو كربون، مواد النانو كربون في ظل الإشعاع الليزر، وفي ظل استخدام بطاريات قابلة لإعادة التعبئة،
وكانت رسالة الدكتور تركز على هذه الجوانب على وجه الخصوص. و وكان ذلك مرتبطا بأن نعيش في ظل حياة متناغمة للاستثمار في آفاق المستقبل والاستفادة من القدرات البشرية، وأن نستفيد من هذه الجوانب من أجل أن نبذل جهودا أفضل لمساعدة البشرية. ومع ذلك خلال فترة الدكتوراه فإنني أحسست بأن هناك فجوة فيما بين المساعي التي أسعى إليها على مستوى الحياة العامة والأبحاث الأكاديمية، وتساءلت بأن هناك شيئا يمكن أن نخلق عبره أثرا كبيرا، وإن الأفكار التي حصلنا عليها في ظل المعامل ومعني بنشر الأبحاث وغيرها، ولكن مع ذلك فإن هذه المعرفة ينبغي أن تحال إلى الواقع وأن تساعد البشر بطريقة فاعلة. وإنني اطلعت على هذه الفجوة بين العمل الأكاديمي والحياة العامة، لهذا فإنني بالتوافق مع الزملاء الآخرين بدأنا من الرحلة من الداخل في ظل خطوات محدودة. وفي 2019 فإن هناك فريقا من مختلف الجنسيات ومختلف الخلفيات، ولاحقا ستستمعون إلى واحدة من المشاركات، حيث أننا قد تجمعنا وكنا على عزم كبير في أن نمضي قدما، حيث أن ذلك كان جهدا كبيرا، وهناك دعما من الدكتور أنا وعدد من الباحثين الآخرين. و أيضا بدأنا الربط ما بين النقاط المختلفة، وأكدت على المواءمة ما بين البيئة والطاقة والاقتصاد، وهذا قادنا الآن إلى توليد معرفة جديدة. وكنت أرغب في أن أربط بين هذه المجالات بشأن التحديات الاجتماعية والتغير المناخي والنمو السكاني الكبير إلى آخره، لهذا فإن هناك كثير من الأبحاث التي ينبغي أن تصب في الإطار المجتمعي. لهذا فإننا أكدنا على التأكيد على تحويل هذا إلى أثر واقعي. هناك عدد من ورش الأعمال التي عقدناها، وأيضا جرينا حوارات مع القطاعات المجتمعية والحوار مع الخبراء من الجامعات ومن جهات أخرى، وإننا جميعا ظلنا نتحدث عن الاستدامة. وهناك سلسلة من السيمينارات التي عقدناها، وفي كل سيمستر نجد أن هناك عدد من المتحدثين بما فيهم رئيس الجامعة وعدد من الجهات الأخرى. علاوة على ذلك فإن هناك كثير من الشخصيات المتميزة، وفي اجتماع مجموعة 20 ومبادرة مراعاة البيئة السعودية فإنني شاركت في ذلك. والآن هناك البروفيسور في كاوست، حيث أننا تحدثنا عن قيادة الشباب للعمل المناخي والمشاركة في ورشة عمل تابعة لقمة 20، مجموعة 20 بالأحرى. وهناك حديثا عن الجهود التي نساهم بها في ذلك. وعقب ذلك لم أكن متخوفة في أن أشارك في الحديث، وفي عدد من الاجتماعات الأخرى كنت متهيبة ذلك بشكل أو آخر، ومع ذلك أكدت على أن أشارك بهذه الأسئلة المختلفة. وكانت ذلك في السنة الثانية في ظل مسيرة الدكتوراه، وفي ظل المضي قدما
فإنني أخترت كرائدة شابة لإحداث التغيير في 2021، حيث أن هناك عدد من الأساتذة من الجامعات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وعقب الاطلاع على الإمكانيات الكبيرة على الصعيد الوطني والسعي إلى خلق جهود على الصعيد العالمي، تساءلنا ما هي الجهود الوطنية التي يجب أن نعكف عليها. وإنني حينما بحثت في البلاد لم أجد، ولهذا بدأنا مبادرة الشباب السعودي من أجل الاستدامة، وقد أطلقت في نوفمبر 30 نوفمبر 2021، وإنها قد استمرت لفترة سنة وشهرين، وأكدنا على تمكين الشباب من أجل إحداث تغييرات إيجابية في البيئة المستدامة. لهذا فإننا اليوم لدينا أكثر من 1200 شاب وشابة يشاركون في إحداث التغيير من كافة أنحاء المملكة، من القرى والمدن وغيرها، وذلك يشير إلى رحلة ثرة. لهذا فإن ذلك معني بالتغيير المجتمعي والاقتصادي وفي كافة جوانب الحياة. وهذا يشير أيضا إلى أن نبحث إلى كيفية العمل بشكل متكافئ ومنسق، اتساقا مع الشغف الذي نعكف عليه، وأن نؤكد على مساهمة ذلك في الاقتصاد السعودي. ولدينا مهمة أساسية في أن نغرس بذور النجاح للمنظمات الشبابية التي تعنى بالاستدامة في الجامعات السعودية، من أجل تمكين الشباب لقيادة هذا التغيير وترقية التواصل بين كافة القطاعات الشبابية. هناك كثير من البرامج للقادة الشباب ومختلف المؤتمرات وورش الأعمال والمشاركات الفاعلة، وإنني أطلعكم أيضا بعض هذه الجوانب. أيضا شهدنا فرص مختلفة عقب إدارة تلك الرحلة، بما فيها الدعوة إلى أول اجتماع وطني شهدنا فيه المشاركة من كافة رواد الأعمال، وأيضا وهناك عدد من الأحاديث التي أجريناها بشأن هذه الموضوعات. وإنني أود أن أقول بأنني تخرجت في 2000، دافعت عن رسالتي للدكتوراه في سبتمبر في السنة الماضية، واليوم أنا باحثة ولدي الوظيفة التي ظللت أحلم بها وقد بدأتها للتو، وإنني متأكد بأن هذه بداية لرحلة تشير إلى شغف كبير وتقدم بالشكر لكاوست. وأعتقد أنني بأنني طفلة تربيت في أحضان كاوست، والآن متخصصة في الأبحاث، أعمل مع بروفيسور ماكدونالد، وأنني أسعى إلى
تقديم أشياء جيدة لبقية أنحاء العالم، وآمل أن نتوصل إلى بذل كافة هذه الجهود من أجل أن نرفع أصواتنا وأن نسهم بها بطريقة فاعلة، وأن نرحب بالتحديات، وأن لا يقف الغموض أمامنا عائقا مهما كان، حيث أنه كلما ارتفعت المخاطر كلما كانت النتائج أفضل، ويجب أن نسعى جاهدين في أن نعيش حياتنا وفقا للشغف الذي نركز عليه. إن كانت هناك أي أسئلة فإنني على الرحب والسعة للرد عليها. وإلا فإننا أعطي الفرصة للمتحدث القادم. طاب نهاركم. إنني أعمل في جامعة صينية، وقد انضممت إلى كاوس في 2020 وحصلت على الماجستير وفي الدكتوراه أيضا في 2021 في مجال العلوم، وإنني أتقدم بالشكر على كافة الجهود التي بذلت لتوفير هذه الرعاية لي، وأتقدم بالشكر على دعوتي للمجيء مرة أخرى، وإن هناك كثير من الخدمات التي قدمت لي، وأتقدم بالشكر. وقبل سنوات قليلة خلت كنت أيضا طالبا من أمثالكم، وكنت أستمع إلى المتحدثين، والآن أصبحت متحدثا حيث أنني أشارك في هذه المحافل الآن، وأتقدم اليوم بالحديث بشأن كيف أنني كنت واحدا منكم، وكنت الآن وقد أصبحت باحثا الآن. بدأت الرحلة في 2014 وكنت طالبا في جامعة للعلوم في الصين، وتلك الجامعة لديها تقاليد محددة، حيث أن 35% من الطلاب دائما ما يذهبون إلى الولايات المتحدة، وفي ذلك الوقت مثل كثير من الطلاب في تلك الجامعة حسست بأن مكاني القادم هو في الولايات المتحدة، ولكن في مرحلة التقديم حبا للاستطلاع فإنني قد قدمت أيضا في ذلك الوقت لجامعة كاوست، وكانت ليست لدي أي معلومات بشأنها، وإنه قد تمت دعوتي لإجراء لقاء لفترة ساعة، وعقب ذلك تم قبولي من أجل أداء الماجستير والدكتوراه. وقبل المجيء إلى كاوست بدأت أو غادرت كاوست، كنت أرغب في مغادرة كاوست بعد الماجستير والذهاب إلى الولايات المتحدة، ولكن بعد دراسة الماجستير أحسست بأن هذا أفضل مكان يمكن أن أدرس فيه، وقررت أن أواصل. وفي 2020 أكملت بالأحرى الدكتوراه، وأعتقد أن هناك كثير من الأشياء المثيرة في هذا المكان، حيث أن هناك وهناك عدد من الطلبات التي قدمتها، وتلقيت أيضا عرضا من MIT للدراسة ما بعد الدكتوراه وفي مجال الكمبيوتر، وبعد سنة من ذلك حيث أن تم الاتصال بي، وفي 2022
وصل أو ارتقى بعملي إلى المرتبة الثالثة في آسيا، وبدأت هذه تخرجت حينما كان عمري 20، وتلقيت أو أكملت الدكتوراه وعمري 25 سنة. قبل المجيء إلى كاوس أعتقد أنني لم أكن ناضجا ولم تكن لدي أو لم أحظى بأي تدريب، وكان هناك خوف من المستقبل. ولكن عقب تخرجي من كاوست أصبحت ناضجا في الأبحاث، وكنت معروفا من قبل بعض الناس الذين يرغبون في البحث، وإنني شخص شهد التغيير، وإنني أشير إلى كافة هذه الجهود التي بذلت من كاوست من أجل ترقية مهاراتي. وإن كاوست تعتبر منبرا ممتازا يمكن أن ننجز عبره طموحاتنا. وفي دراستي في للدكتوراه هنا أشكر المشرفين، فإنني قد شاركت في 30 مشروعا وقدت أكثر من 15 منها، وتم نشر أبحاث في كثير من الأبحاث الرائدة، وتلقيت تدريبا كبيرا في مختلف الجوانب في تحليل الأنماط المختلفة والتشخيصات، علاوة على مختلف الجوانب الفنية الأخرى. وإنني أيضا تدربت على مختلف جوانب التحليلات وتحليل الأشكال المختلفة، واستفدت بشكل كبير من كافة هذه التدريبات تنمية قدراتي المختلفة. واستفدت أيضا من المتعاونين أيضا معي في داخل كاوست، حيث أنني تعاونت مع باحثين في كافة أنحاء العالم في كاوست، بروفيسور مودي وبروفيسور ثريزون من بي سي، وأيضا استمعت إلى باحث أو استفدت من عدد من الباحثين المختلفين. وإن كاوست تحظى بسمعة كبيرة في كافة أنحاء العالم، ولذا فإننا في هذا الشأن خاصة نجد أن هناك هذه اللمحة التي نشهدها في هونغ كونغ والصين والولايات المتحدة وغيرها. وهناك أيضا التدريبات التي تلقيتها على الماكينات والتدريب على مختلف الأنماط، وعلاوة على ذلك فإنني أيضا اطلعت على هذه المصادر المتوفرة في المكتبة، مكتبة كاوست، وعدد من المصادر الكثيرة، واستفدت كثيرا من الدراسات المتوفرة لي. وقبل أن آتي إلى كاوست كنت خجولا جدا ولا أعرف كيفية التحدث علنا، وتلقيت تدريبا في شأن مواجهة الآخرين، وذلك ساعدني كثيرا في تحسين سيرتي الذاتية وتحسين قدرتي ومكانتي. ولذا فإنني أقول بأنه دون هذه الروابط والمساعدة من جانب كاوست فإنني ما كنت أحلم لتحقيق هذه المنجزات التي حققتها حتى الآن. لهذا فإنه في البدء فإن هناك عدد من يسر الاتصالات لي وساعدوني لكي أصل إلى نفس المستوى الذي كنت أصبو إليه، وهؤلاء ما زالوا موجودين فإنهم يمكنهم مساعدتكم. وأيضا إنني أرجو أن تستفيدوا من كافة أوجه التواصل هذه، وبالتالي فإننا يمكن أن نحسن من رموزنا ومكانتنا، وذلك يساعدنا كثيرا في التعاون بشكل أفضل وتحديد الفرص المستقبلية. وأيضا فإن كاوست أيضا تتمتع بكافة الموارد التي يجب أن تحظى بها أي جامعة، مثل الموارد والمكتبات والمصادر المختلفة والتكنولوجيا
والقدرات البشرية، والآن فإنني أستاذ مساعد بجامعة صينية، ومع ذلك فإنني عملت بMIT، وإنني أعود إلى MIT في ديسمبر من العام الحالي. وإنني أؤكد لكم بأن كاوست تحظى بهذه القدرات المتميزة فيما يتعلق بالأبحاث مقارنة بكل الجامعات الأخرى، فلذلك استفيدوا من هذه الموارد. كاوست تعد مكانا رائعا للتوازن بين العمل والحياة. بينما تستمتعون بالحياة هنا، لا تنسوا أن تستفيدوا من كل الفرص والموارد المتاحة هنا، فسوف يقدر عملكم وجهودكم، وستقدرون ما أتيح لكم في كاوس بعد أن تغادروها، وآمل أن تتخرجوا كعلماء بارزين. شكرا لعنايتكم واستماعكم، وشكرا لكاوست. هل من سؤال؟ مرحبا بكم جميعا، يسرني أن أقابلكم اليوم. أنا جاستين، خريجة في العلوم الحيوية، وتخرجت في 2021، وأنا الآن الرئيسة التنفيذية لثيا تكنولوجي، شركة سعودية ناشئة نقدم خدمات الذكاء الصناعي كخدمة. أريد أن أتحدث عن تجربتي في المجال الأكاديمي، وكيف عملت، كيف حولت مشروع دراسة الدكتوراه إلى شركة ناشئة. بدأت رحلتي الأكاديمية كطالبة للبكالوريوس في الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وعندما كنت صغيرة أردت أن أقوم بدرس الكيمياء ومن ثم الفيزياء. أدركت أنه الكيمياء لم تكن حسب توقعي، ولم تكن صعبة أو ذات فائدة لي كما كنت أريد، فلذلك في الماجستير تحولت إلى التكنولوجيا الحيوية، متخصصة في البيولوجيا التخليقية. بعد ذلك استمريت في دراساتي وانتقلت إلى مجال الصناعات ودراساتي الأكاديمية وسعتها، وحصلت على درجة الدكتوراه في علوم النباتات هنا في كاوست، وكانت فرصة رائعة. وأثناء آخر سنة لي في الدكتوراه تمكنت أو أتيحت لي الفرصة أن أبدأ شركة ناشئة في رؤية الحواسيب وتعلم الآلات. فكل هذه المجالات المظللة، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، التكنولوجيا الحيوية، علوم النباتات، الكمبيوتر أو الحواسيب وتعلم الآلات، ربما تعتقدون أن ذلك كثير، ولكن هذه التجربة إجمالا كانت شادة بالنسبة لي. وأريد أن أطرح عليكم ثلاث نقاط أساسية. أول شيء تعلمته خلال في تجربتي الصغيرة أو القصيرة، وأنه كل شيء بالإمكان تعلمه من خلال الوقت، وكانت فترة جائحة كوفيد فترة رائعة للتعلم والدراسة. من ثم عليك أن تعرف كيف تخبر قصتك للآخرين. ربما بعضكم يفكر أنني درست مجالات مختلفة فقد أضيع فيها. من المهم أن تقدم نفسك للآخرين، وهذا شيء هام. أنا في حالتي على سبيل المثال الكيمياء لم أجد أنها جاذبة لي كما ينبغي، لكن الأحياء البيوتكنولوجي كانت شادة بالنسبة لي، لأنها تدمج الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وكان ما اكتسبته من معرفة في التكنولوجيا الحية مفيدا لي في علوم النباتات. كل هذه الخبرات مفيدة لك من أجل أن تنشئ الشركة. أنا لدي شركة للحواسيب وتعلم الآلات، أنا لا أقوم بالترميز، لدي فريق رائع يقوم بذلك، ولكن يجب أن تفهم احتياجات السوق والعميل، وهذا شيء مهم. والشيء الأخير وهو أنه لأنني قد غيرت مجالات دراستي في كل خطوة من خطوات دراستي، لم أشعر بأنني جيدة بما يكفي في مجال معين، فلذلك كان لدي متلازمة معينة من الارتباك، فأرى أنه
بين البكالوريوس والماجستير. عندما تحولت إلى التكنولوجيا الحيوية تقدمت إلى جامعة وأرسلوا لي رسالة بريد إلكتروني، قالوا أنت تتقدمين لطلب التكنولوجيا الحيوية وأنت درست كيمياء ويجب أن تتعلمي الألمانية لأنها مدرسة دولية. فقلت لهم هل هناك شخص آخر لديكم قام بنفس العمل، أتى من خلفية كيمياء وفيزياء ورياضيات وقام بنفس شيء مثلي؟ فقالوا نعم لدينا سيدة وستتخرج السنة القادمة. فقلت أنه بما أنه ذلك الشخص تمكن من ذلك فأنا سأتمكن منه، فهذا ما حفزني أن أقوم بالتغيير وأن أخذ هذه القفزة وأن أجرب شيئا جديدا. التحول الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه التحول من الدكتوراه إلى الشركة الناشئة، وكيف مشروع الدكتوراه كان أساسا بالنسبة لي للشركة الناشئة التي بدأتها. فكيف تصنع شركة ناشئة من مشروعك البحثي؟ إحدى الأشياء التي أنا كنت مهتمة بها في دراستي هي الأوبتمايزيشن، تحسين العمليات. عندما يكون هناك مهام أكره القيام بها، إما أن أجد شخصا ما يقوم بها بدلا عني أو شيء ما يقوم بها بدلا عني، وهذا دفعني إلى أن أنشئ هذه الشركة الناشئة. فأنا كنت أقوم بعلوم النباتات هنا في كاوست في المختبر الذي يديره الدكتور سليم البابلي، وكنا ندرس بعض الجوانب البحثية فيما يتعلق بالنباتات الطفيلية تسمى أستريغا هيرمونتيكا التي تصيب بعض المحاصيل أو تعدي بعض المحاصيل بما في ذلك الأرز. وفي هذا البحث كنا نستخدم البذور لهذه النبتة ونستخدم عليها كيماويات لكي نرى هل تقتل نموها أم تعزز النمو، ونأخذ صور بالمجهر ويكون لدينا الكثير من الصور التي نحللها. وبين ترون هنا بين 50 إلى 100 بذرة بالصورة، ولدينا 6 صور لكل حالة ولدينا حالات مختلفة للتجربة. فتخيل تجربة واحدة مئات الصور نحللها، نستغرق ساعات لتحليلها والنظر فيها وعدها يدويا. فالفكرة هنا كانت أنه نقوم بإنشاء أو بصنع نموذج اكتشاف مبني على الذكاء الصناعي من أجل عد هذه البذور. فما قمنا به أنه أدخلنا رمزا للبذور العادية والبذور المتجرثمة، ويقوم الجهاز بعدها والحاسوب بعدها. وهذه كانت مهمة طبعا مستهلكة للوقت. فالعد تم من قبل الخوارزميات، فمن التحليل اليدوي الذي كان يستغرق أسبوعا تحولنا إلى التحليل الحاسوبي الذي يستغرق ساعتين فقط، والدقة كانت 93.5% مقارنة بالخطأ البشري. الخطأ المستوى الدقة البشري 95% في البداية، ومع استمرار العملية يتعب البشري وتقل الدقة. وتم استخدام هذه الطريقة في البلانت فيزيولوجي في 2021، كان اكتشافا رائعا وقد وفر علي الكثير من الوقت وشعرت بالرضا. لكن التكنولوجيا كانت متاحة فقط لهذه النبتة أستريغا هيرمونتيكا، وكانت متاحة عبر برنامج كان من الصعب تركيبه في بعض الأحيان باستخدام اللينكس أو الماك أو الويندوز. فكرة هذه الشركة الناشئة ظهرت لدي لكي نعمم هذه الفكرة ليس فقط للأستريغا هيرمونتيكا، وإنما لكل شيء يمكن أن يصور للنباتات وغير ذلك، وبحيث أنه التكنولوجيا تستخدم في أي مكان. فلهذا أنشأنا هذه الشركة الناشئة ثيا تكنولوجي، وهي جديدة وقد تأسست الشركة في سبتمبر الماضي، ولازلنا في بداية رحلتنا التجارية. وقد بدأنا هذه الرحلة من خلال مسرعة الشركات الناشئة تقدم هنا في كاوست، وفزنا بجائزة في 2022، وكنا الشركة الناشئة الوحيدة من كاوست التي فازت بالجائزة. وشيء رائع أنه كان برنامج المسرعات أعطانا جائزة مال مبلغ، فكانت بداية جيدة بالنسبة لنا. وكاوست صندوق دعم الأبحاث في كاوست ساعدنا في تحويل فكرتنا من البحث إلى شركة ناشئة، فمولنا بكرم وبسخاء
في هذه الشركة الناشئة والأشياء الرائعة للدفع قدما بالتكنولوجيا، ومن خلال ذلك تمكنا من إنشاء هذه المنصة عبر الإنترنت، حيث يحمل المستخدمين صورا عبر هذه المنصة ويحدد مختلف العناصر فيها. على سبيل المثال هذه أشجار نخيل، وتضع مربع على كل شجرة، ومن ثم ندرب الخوارزميات، ومن ثم لدينا نموذج الاكتشاف الذي يعالج مختلف الصور، ويمكن أن يعطيك بيانات، والبيانات تحدد لك مثلا عدد أشجار النخيل في كل صورة وأين مواقعها. وهذه العملية كلها لا تتطلب أي ترميز أو رمز، وممكن أن تتم خلال مجموعة من الساعات إلى يوم كامل حسب البيانات التي تحملها في البداية. وتطبيق تم نجح في كاوست هنا، وساعدنا في أتمتة عد كريات أو خلايا الدم الحمراء، كريات الدم الحمراء عدها بشكل أوتوماتيكي، وكذلك اكتشاف السباين العمود في بعض الصور. وبالإمكان أن نستخدم هذه التكنولوجيا لعد البكتيريا والتعرف على الأسماك وكشف أمراض النباتات. كان ذلك كل شيء من جانبي، وأمل أن يكون ما قدمته مفيدا. وإن كان لديكم من أسئلة يرجى لا تترددوا في التواصل معي، وإن واجهتم أي تحديات في أبحاثكم يرجى أن تتواصلوا معي بالبريد الإلكتروني أو لينكدين، وسأكون أكثر من مسرور أن أجيب عليكم. شكرا لكم. هل من أسئلة لجستين؟ لدينا سؤال هنا. بداية أقول لك تهانيكي على هذه الفكرة الرائعة في الحقيقة، وسيكون لها مستقبل كبير في جانب الأبحاث وحتى التطبيقات الطبية وفي الرعاية الصحية وما إلى ذلك. أردت أن أسألك إن كان بالإمكان أن تعطينا فكرة عن السياق، لماذا سميتم الشركة الناشئة بهذا الاسم؟ ثايا هي مشتقة من الإغريقية القديمة، فلذلك اختصرناها من أجل النطق السهل. ثايا فهي ترمز إلى كلمة من اليونانية والإغريقية. هل من أسئلة أخرى؟ شكرا لكم. المتحدث التالي. عبر عدسة الإدج الحافة سأعرض عليكم كيف نحول أفكارنا التي ندافع عنها في دراسات الماجستير والدكتوراه من دراسات للماجستير أو أبحاث للماجستير والدكتوراه إلى تقدم في العلم. اسمي علي عبد الحميد داود، وأنا خريج فخور من كاوست، وأعمل حالياً في مركز أبحاث إكسبك في الظهران. يسرني أن أكون هنا، وأشكر فريق خريجي كاوست لدعوتي إلى هنا بعد 6 سنوات من تخرجي لكي أتي وتحدث عن خبرتي في مجال البحث. قبل 10 سنوات شرفت بأن أكون المتحدث في خريج دفعة 2011، وتذكر ما قلته بالضبط، وكان قلت أنه كرسل لكاوست مسؤوليتنا أن ننقل المعرفة إلى الجيل الشباب، وأن نوفر حلولا لمشاكل العالم، وأن نخرج بأفكار رائعة لاستخدام الموارد الطبيعية والموارد المتجددة بشكل أكثر كفاءة، وتطوير نظريات جديدة في الرياضيات والعلوم الحاسوبية والعلوم الحياتية. سوف أخبركم اليوم أنه إبقاء هذا القسم وتحقيقه شيء صعب، لأنه مثله مثل أي رسول في أي مجال آخر. ليس الأمر يتعلق بنقل الرسالة إلى الأشخاص من حولك، وإنما جعلهم يؤمنون بك وبقدراتك. فلنبدأ رحلة تحويل أبحاثي إلى تطبيقات في الحياة الواقعية. أنا حاولت أن أنقل الرسالة إلى مشرفية في رامكو السعودية، أنه من أجل أن التشخيص الدقيق للكسور في
نشخصه من خلال الأشعة السينية للعظام. وبنفس القدر نحتاج إلى صورا للهيدروكربونات من أجل أن نعرف ما الذي يحدث. فهذا ما قمت به في أيامي في كاوست، هذا مثال، وهنا أصور حواف هذه الطبقات ونسميه صورة الانعكاسية لعقودنا. الصور التي نحصل عليها كانت في الصورة اليمين في الأعلى، والتي هي صورة غير واضحة فيما يتعلق بانعكاسية ما تحت السطح. فذلك مثلما أبعد نظاراتي وأشاهد صورا مشوشة لكم، فلذلك علي أن أستعين على سبيل المثال بطبيب عيون، وهنجرب عدسات مختلفة حتى نحصل على العدسة المناسبة التي تركز وتعطينا الدرجة المناسبة لي. وهذه الصورة التي ترونها في الأسفل في اليمين، وقمت بتطبيق هذه التكنولوجيا في أرامكو السعودية، وما ترونه في الجانب الأيسر هو ما تحت السطح مشوشا، وفي اليمين لدينا دقة عالية لصور ما تحت الأرض، وذلك يساعدنا في وضع توقعات أفضل حول ما يوجد تحت الأرض. هذا التطبيق الثاني الذي حاولت من خلاله أن أرسل الرسالة إلى مشرفية في أرامكو، وهو تطبيق Sparsity Promoting Migration. أنا كنت عندما كنت في دراسة الدكتوراه كنت أحاول أن أصل إلى فكرة ممتازة، والبروفيسور طارق الخليفة قال لي إن لم تكن قادرا على أن توجد فكرة لأنك تبحث في مكان ما، ذلك يعني أنه قد تم القيام بها، فعليك أن تنظر في تخصصات مختلفة. لم أكن واعيا في ذلك الوقت بهذه المسألة، وأحد أصدقائي طلب مني أن أذهب إلى سيمينار AA في كاوست، وقلت له أنا لست مهتما. قال لي لا تعال، لديهم بيتزا مجانية. فقلت له إذا حسنا أنا مهتم بالبيتزا المجانية. فذهبت إلى هناك لكي أتناول بيتزا، والشيء المفاجئ لي أنه كان البروفيسور طارق النافوري يعرض Sparsity Promoting Technology أو تقنية Sparsity Promoting، وفي الحقيقة ما عرضه كان هاما فيما يتعلق بنقل هذه المعرفة إلى مشاكلنا فيما يتعلق بالمسوحات الزلزالية. فأخذت كورسا معه بعد ذلك في هذا الموضوع، وطبقته على هذا المثال في كاوست. من نموذج ما تحت الأرض الذي عرضته تحولت منه الذي استخدمنا فيه الصور الواضحة كما شاهدتم، وإذا ما طبقنا عليه Sparsity Promoting Migration من أجل تحسين الصورة، نستطيع أن نحصل على صورة تشابه إلى حد بعيد نموذج الأرض الصحيحة. ونقلت ذلك إلى أرامكو وطبقته على بيانات من الحقل. فما ترونه على اليسار هو الميغريشن التي قمنا بها، وهو ما لدينا من الستينات والسبعينات والثمانينات، ومن ثم في المنتصف إذا ما طبقنا Sparsity Promoting نعزز الدقة في الصور. نقطة تحول في مسيرتي المهنية عندما طبقنا تكنولوجيا جديدة نسميها Drillbit، وذلك من أجل أن ندير عمليات الحفر. لدينا طبعا مستشعرات في كل مكان، في السيارات في كل مكان، كاميرات 360 وكل التكنولوجيات في سياراتنا التي تجعل قيادتنا آمنة من خلال تقليل المخاطر. الاستثمار في سيارة قد يكلفك $20,000 وربما مئات الآلاف من الدولارات إذا كانت سيارة فاخرة، لكن نحن هنا نتحدث عن حفار والذي يكلف عشرات الملايين من الدولارات. وإذا انتقلنا إلى الحفارات البحرية فقد تكلف حوالي $100 مليون. فنحن كنا بحاجة إلى أن نراقب وأن نضع مستشعرات هناك من أجل أن نراقب عمليات الحفر بدقة. فما ارتأيناه هو أنه المنطقة حول الحفار يكون فيها الكثير من المستقبلات من أجل أن نلتقط الإشارات الأرضية السيزمية التي تأتي
من الحفار الذي إلى 4 كيلومترات. فعندما شاهدت ذلك رؤيتنا تذكرت أيامي في كاوست، وهي الفصل العاشر من كتاب الأبحاث، وأخذت نفس الرسم الذي يوضح الحفار والنشاط السيزمي. هذه تكنولوجيا كانت موجودة من الثمانينات ولكن لم تطبق تجاريا، فأقنعت مشرفي أنه يجب أن نقوم بذلك، وهذا ما حصلنا عليه من نتائج من خلال تحويل مرتئنه إلى تطبيقات في الواقع. ما نراه على اليسار هو الجيوفونات اللاسلكية مع مسرع توب درايف والمسرع أسفل البئر. فقلنا نريد أن نسجل الاهتزازات في الحفار طوال الوقت، وبحيث أنه تصل الإشارات إلى الجيوفونس من أجل أن نتعرف على الإشارات القادمة من تحت الأرض. فقمنا بوضع مستشعرات حول الحفار من أجل أن نلتقط الذبذبات التي تصل من عملية الحفر. ما أعرضه هنا هو لمحة عن حقل الموجات من خلال حركة الحفار والأنابيب. تسافر الذبذبات السيزمية إلى هذه المستشعرات والمستقبلات، وهذه الصورة مثلها مثلما ترمي صخرة في بحيرة، ومن ثم يكون لديك كل هذه الاهتزازات. إذا ما واجهت الذبذبات أي عوائق سوف تنخفض، وسنعرف أن هناك فجوات في الجوار، وذلك وهذه إشارة منذرة للطاقم الذي يدير الحفار عندما يكون هناك فجوات. ليس ذلك فقط، وإنما تمكننا من معالجة هذه البيانات وتنظيفها من ضوضاء الحفر، وخرجنا بإشارات تأتي مباشرة من الحفار، رأس الحفار. وهذه الإشعاعات التي صوتية، ذبذبات صوتية، وما وجدناه هو هذا الهلال مثل هلال العيد في آخر ليلة من رمضان. فوجدنا ذلك في النهاية وحولناه إلى من موقع كل حفار إلى معلومات مفيدة، وهي العلاقة بين العمق والوقت، والذي تعطي للمفسر أو الجيولوجي فكرة أننا نتحول إلى طبقة جديدة ذات خواص مختلفة. فهذه تطبيقات جميلة غير متاحة تجاريا، ولكن الآن ننقل هذه بعد أن نقلت هذه الرسالة تغيرت السياسات، والآن نقوم بذلك أوتوماتيكيا لكل حفار في المملكة العربية السعودية. الشيء الثاني هو طريقة المصدر البصري. إذا كان شخص يتحدث خلفي، كل ما يمكن أن أقوم به هو أن أحول بصري إلى أبعد نقطة وأن أمل أن أراه، لكن لا أستطيع أن أراه. لكن لو استخدمنا انعكاسات متعددة مثل السيارة على سبيل المثال، تستخدم المرآة لكي ترى ما خلف السيارة، وذلك يعني أنه يأخذ العين إلى موقع رأسي لنرى ما خلف السيارة. وإذا كان بالإمكان أن نستخدم انعكاسات مختلفة مثل محل الحلاق، نستطيع أن نرى جوانب مختلفة. فهنا تستطيع أن ترى خلف رأسك من خلال هذه المرايا. عندما قمت بذلك في فترة تواجدي في كاوست، الصورة الأساسية التي هي الطاقة التي تنتقل من المصدر على السطح وتصطدم بنقطة الانعكاس في السطح قبل أن تتجه نحو المستقبل. لكن لو استخدمنا هذه الطاقة بشكل ضاعفناها، فبالإمكان أن نحصل على صورا أكثر من ما تحت الأرض. ليس ذلك فقط، وإنما هذه المصادر البصرية ممكن أن نستخدم لها ما نسميه دول والسيمولتينيس أكوزيشن، وكانت هذه من التجارب التي طبقتها في أرامكو السعودية، لكنها مكلفة لأنه في الآبار يجب أن يكون لدينا مستشعرات تنقل كل شيء إلى السطح، لأننا نريد أن ننقل المصدر S إلى A قبل أن يصل في رحلته إلى رقم 2.
إذا ما قمنا بذلك شيء مشابه لما شاهدناه في السيارة والحلاق، نستطيع أن نوجد مصدراً في الآبار للصور، وهذه النتيجة من هذه العملية. لماذا أنا مهتم بذلك؟ لأنه التوموغرافيا لمختلف طبقات الآبار، هناك القليل من التجارب التي تمت عليها في مجال النفط والغاز. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون لدينا موارد فيزيائية في أحد الآبار، وإذا ما قلت للمهندسين أنك تريد أن تشعل مصادر زلزالية في أسفل البئر، هذا لا يريد أن يسمعوه. أن تضع بعض المتفجرات في البئر وأن تستمع في الجانب الآخر، لكن إذا جربت ذلك افتراضيا قد يهتم بعمل هذه التجربة فعليا. فبسبب تكنولوجيا الاستشعار الموزع أو الألياف البصرية استطعنا أن نضع كيبلات في الآبار مثل الكيبلات التي نستخدمها في الاتصالات والإنترنت، وهذه الكيبلات موجودة في أرامكو السعودية في مختلف المجالات، لأنه المهندسين يستخدمونها لقياس درجة الحرارة أو الضغط على مستوى المخزون النفطي، فاستطعنا أن نستخدمها. وهذه تجربة في الحقيقة شاهدت الضوء، والآن لدينا تجربة أكملناها بنجاح ب200 صورة على السطح، واستمعنا إلى هذه الآبار بشكل متزامن. على اليمين حقل الموجات الزلزالية التي سجلناها، وهذه هي البيانات التي سنعالجها في السنة القادمة. رسالتي لكم هي استفيدوا من وقتكم في كاوست من خلال تعزيز خلفيتكم النظرية، وأعرضوا من خلال أمثلة بيانات مصنعة قيمة أبحاثكم، وعندما تتحولوا إلى المجال التجاري أو الشركات الناشئة أو أي تخصص بالنسبة لمجال النفط والغاز، حاولوا أن توجدوا قيمة من أبحاثكم و قدموها لمناصريكم أو للأشخاص الذين يدعمونها، ومن ثم حولوها إلى فرص تجارية أو تجارب حقلية كما عرضت عليكم أنا في الأمثلة. الملاحظة الأخيرة، يطيب لي أن أشكر فريق الخريجين في كاوست ومنظمي برنامج الإثراء الشتوي في كاوست لدعوتي. في الحقيقة أنا لم أتواجد هنا منذ 6 سنوات، وهذا أمر عاطفي بالنسبة لي، وأريد أن أقول لكم أنني أفتقد مباني كاوست ودرجها ومطاعمها ومرافقها. شكرا لكم. Good afternoon. مساء الخير السيدات والسادة، يسرني جدا أن أكون هنا وأنا أعود إلى كاوست مجددا. لم أتواجد هنا منذ ما يزيد على 8 سنوات عندما عدت إلى الصين في 2013. فموضوعي اليوم سيكون مثالا عمليا أو مثالا على البحث البيئي قمت به لحماية البيئة. كما ترون تركيزي اليوم على جانب التكنولوجيا، والتكنولوجيا تسمى الأوزونيشن المحفز. فهذه لمحة عني، أنا تخرجت من جامعة زينجان في 2009 وحصلت على درجة الماجستير من كاوست في 2011، وبعد ذلك عملت في مركز دراسات وأبحاث البترولية الملك عبد الله في الرياض، ومن ثم عملت بعد ذلك في مركز الإبداع التكنولوجي البيئي في جندا في هانزو. وفي هانزو في 2002 عقدت الألعاب الأولمبية 2022 العام بالأولمبية الصينية، وأدعوكم للقدوم إلى هانزو. فبدأت عملي التجاري الخاص، والآن أعمل كرئيس تنفيذي لشركة التحفيز في هانزو. ويشرفني كذلك أن أكون أحد صناع التغيير العالميين لكاوست في 2012، فزت بالجائزة هنا. فيما يتعلق بال
البحث للباحثين والمعنيين بالأبحاث الهندسية. قمنا بعمل هذه التجربة، ربما يقومون بهذه التجارب يوميا. وبالنسبة لي للأبحاث البيئية التي قمت بها، استخدام الأوزون يتفاعل مع محفز من أجل إنتاج IOS الأكسجين لتقليل الملوثات في المياه العادمة، ومن ثم إخراج أو إبعاد ما نسميه COD من أجل أن يكون لدينا جودة أفضل للمياه. ومن ثم نقوم بوضع ذلك في الفرن وتحديد كافة المعدلات المطلوبة، ومن ثم نستخدم مختلف المعدات لتحديد وضعية الأداء الأفضل، وعقب ذلك نقوم بإنتاج مختلف النتائج التي والبيانات التي نتوصل إليها، التي تستخدم FCB وFCS من أجل تحديد الأداء، ومن ثم نقترح آلية لتحديد الوضع البيئي الأمثل. ومن ثم كما ترون فإن ذلك يشير إلى مختلف الاتجاهات التي تشير إلى جودة أفضل في المياه، وعقب ذلك نقوم بنشر ذلك في بحث. وظلنا نعكف على ذلك لفترة 4 سنوات، أنتجنا فيها 7 أبحاث، مع أنها ليست الطبيعة علمية محضة، ولكنها تشير إلى مختلف الاتجاهات، وحيث أننا طبقنا فيها جوانب محددة لتحديد معدلات التلوث في المياه باستخدام تحليل الأوزون. وهذا العمل تم في الصين بشكل أساسي، وجزء منها مرتبط بالمواد الخاصة بهذه المعدات، وأخرى متعلقة بكيفية تحديد المفاعلات التصويرية المختلفة. وقمنا بإجراء دراسات وتطبيقها على الأوجه الصناعية، واستخدمنا مختلف الإجراءات والمناهج على إطار موسع، ومن ثم فأكدنا على تحويل هذه النتائج إلى مشروعات هندسية، وقمنا بإجراء الدراسة الأولية. فإن الدراسة الأولية التي بدأت بمعدل محدود أنتجنا فيه أو حددنا فيه دراسة الجدوى وتحديد التكاليف والفترة المحددة والآثار السالبة التي يمكن أن تحدث في ظل هذه الدراسات من قبل الأداء، وتحديد وضعية التكاليف والنتائج المختلفة، ومن ثم نحدد كيفية استخدام ذلك في مشروع أبحاث معين. وهذا أيضا يشير إلى علاقة ما بين المشروعات الواقعية والعملية والأبحاث التي نقوم بإجرائها. هذه هي الدراسة التي أكدنا عليها، دراسة التجربة التي أجريناها لجوانب محددة في غرفة مصغرة، وهناك أيضا مكانا حددناه لمعالجة المياه وتحديد أوجه التلوث فيها. ومن هذه الأبحاث قمنا بتحديد أو الوصول إلى نتيجتين، أولها معني بمعالجة العوامل الأساسية لمعالجة المياه، وهذا يشير بشكل أساسي لإزالة أي آثار تلوث عضوية في المياه، وهذا ما أكدنا عليه منذ 2008، حيث أننا حاولنا معرفة الآليات
المتعلقة بذلك والاستفادة من هذه النتائج المعملية في إنتاج معدات محددة لمعالجة المياه وتحويل ذلك وفقا لاستخدام الألمونيوم أو السيراميك في استخدام ذلك من أجل معالجة المياه بمختلف أوجه، ذلك في إنتاج مياه صالحة للشرب بمعدل 50 إلى 5000 متر مكعب في اليوم لكل معدة أو واحدة من المعدات سواء كانت بالألمونيوم أو بالسيراميك. وفي ظل هذا الإنتاج الصناعي الذي أكدنا عليه قمنا بإجراء التقييم الخاص بالطاقة والتقييم البيئي والتقييم السلامة وفقا للمعايير الصينية من أجل إنتاج المعدات وتصميمها بشكل محدد وتصميم المصانع بشكل محدد والإجراء الأبحاث المختلفة سواء كانت على مستوى التقييم أوجه الطاقة والتقييم البيئي وتقييم السلامة. وهذه هي الأشياء التي تؤكد عليها المعايير الصينية للتأكيد على الوفاء بكافة هذه المعايير الأساسية خاصة في ظل عملية التصنيع، ومن ثم نقوم بإعداد التصميمات لأوجه التصنيع المختلفة، ومن ثم نقوم بإعداد الفريق المعني من العمال الذين يعكفون على التصنيع والمهندسين المعنيين بتطبيق هذه التصميمات المختلفة وتحويلها إلى منتجات، وبعد ذلك نقوم بإنشاء سلسلة الإمداد بالنسبة للمادة الخام وتحديد المواد المختلفة ولذا فإنه في ظل هذه التكنولوجيا البيئية قمنا بإنشاء المصنع الأول في 2015 في الصين في خوانجو، وكان هناك أول خط للإنتاج وكان في ويقوم بإنتاج 3 أمتار مكعبة من المياه، وفي 2017 قمنا بإنشاء المنتج الثاني والمصنع الثاني، وفي هذه المرحلة في كل عام نقوم بإنتاج 1000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في ظل المشروعات الهندسية التي نعكف عليها. هذه بعض الأمثلة التي قمنا باستخدامها في ظل هذه التكنولوجيا، حيث أن معظمها في شيجيانغ في محافظة شيجيانغ وبعض منها في محافظات أخرى في الصين، وإن الصين تعتبر لديها بيئة ساعة جغرافية كبيرة وفي محافظة منغوليا الداخلية وجيانغشو وزيجيانغ، حيث أنه في الأول قمنا بإزالة المواد العضوية من المياه وبنسبة 50%، حيث أن ذلك كان معدلا كبيرا. ولذا بشكل موجز فإن هناك أكثر من 20 مشروعا قمنا بتنفيذها في الصين، تتراوح معدلات الإنتاج فيها ما بين 100 إلى 20 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة. وأنني سعيد في أن أعلن في هذا العام بأن المعدات التي قمنا بإنتاجها قامت بإنتاج معدلات من المياه الصالحة للشرب، وكما ترون فإن المياه الصالحة للشرب هناك كثير من المتطلبات الخاصة بإنتاجها، وهي
وهي صعبة جدا بالنسبة لنا لكي نقوم بتنسيق ذلك والحصول على مياه صالح للشرب من المياه الملوثة. وعقب ذلك فإنني أعطيكم أمثلة بشأن ما توصلنا إليه في كل مرحلة محددة، فإننا نقوم باستخدام ذلك من أجل تصنيع معداتنا، وعقب ذلك نقوم بتحديد المعدل الأول من المنتجات، ومن ثم أيضا نؤكد على الوصول إلى النتائج، حيث أن معدل هذه الفترة التي ننتج فيها ليست طويلة، خاصة في ظل التلوث الذي نشهده، ونقوم بإجراء دراسات في الأسواق، وعقب ذلك نجري التحاليل المعملية والتجارب الخارجية، ومن ثم هذه أمثلة على ما قمنا به فيما يتعلق بالاي سي بي بي اي تي والوسائل الأخرى التي نلجأ إليها من أجل معالجة المياه والتخلص من التلوث. وهذه هي الأبحاث التي قمنا بإجرائها والتصنيع الذي تم التوصل إليه في كافة الإجراءات. ومن ثم هذا هو المنتج الجديد الذي نقوم بالتوصل إليه، ومن ثم فإن النتائج التي توصلنا إليها أيضا تقود إلى إنتاج النتائج الأفضل في المستقبل. وفي الختام تكون لدينا فرصة لمعالجة المياه الملوثة وإزالة كافة أوجه التلوث العضوية، خاصة في إنتاج معدلات محددة من المياه الصالحة للشرب. وفي نهاية المطاف هذا يشير إلى هذه الدائرة المغلقة ما بين الأبحاث والقطاع الصناعي، وهذه تشير إلى مختلف الأبحاث التي نقوم بإجرائها على مستوى استخدام تكنولوجيا وفي إنتاج أجهزة باستخدام السيراميك أو مختلف التطبيقات الأخرى. وهذا يشير إلى المنتجات أو الجيل الثالث من منتجاتنا، حيث أن هذا هو أيضا نستخدم فيه الألمونيوم ونستخدم فيه السيراميك، والجزء الثالث يمكن أن يستخدم في معالجة المياه الصالحة للشرب، وهو يشير إلى مياه نقية جدا نتوصل إليها. وأشير هنا أيضا إلى أن هذا المشروع هو مشروع تم التوصل إليه في هذا المركز، مركز الابتكار التكنولوجي البي إي في جياندي. وفي هذا المركز لا نقوم فيه بتوفير الحلول التكنولوجية للبيئة، بل هناك أيضا لحلول لمعالجة المياه الصالحة للشرب وتحليل البيانات وتحليل العناصر البيولوجية. وفي هذه الفترة أعتقد أننا قد قمنا ب إنتاج 19 شركة انبثقت من هذه الجهود، وهي قد وصلت إلى نحو 50 مليون أو تولدت عنها 50 مليون يوان. ليست كبيرة الحجم، ولكن هناك نموا كبيرا، وفي كل عام نقوم بإنتاج عدد من الأبحاث والشركات الجديدة التي تولد. هناك بعض النصائح التي أقدمها. النصيحة الأولى بأننا دائما ما يجب أن نجري أبحاثنا تجاه حل مشكلات محددة، وهذا خاصة
خاصة فيما يتعلق بالحلول الهندسية. ثانيا فإننا أيضا معنيون بسد الفجوة في الحلول ما بين الأبحاث والجهات الصناعية. وثالثا يجب أن تكون لدينا أهدافا واضحة وأن تكون لدينا مرونة نتحلى بها وأن نبني فريقا يؤكد على هذه الجهود. لكم وفرشكر. وهذا هو بريدي الإلكتروني الشخصي. ولكم وفر الشكر. أشكركم على هذه القصص التي إنني أسأل بشأن الأبحاث التي قمتم بها. أنا على علم بأن الصين تعتبر منافسة بشكل كبير، ولذا كيف يمكن أو كيف ميزتم أنفسكم؟ كيف تمكنتم من تمييز أنفسكم والنجاح في هذه الجهة في ظل هذه البيئة التنافسية؟ وهل هذه الشركات التي تنبثق عن هذه الجهود التي تقومها؟ شكرا. كما ذهبت فإن الصين تعتبر دولة كبيرة وهناك كثير من الشركات المنافسة خاصة في معالجة المياه، ولكن بالنسبة لهذه التكنولوجيا فإن ينبغي أن نختار الشركات الغير البيولوجية، وهناك عدد من محدود من الشركات التي تعمل في هذا المجال. ولذا فإن الشيء الأول أكدنا على التعاون مع الشركات الكبيرة، ومن ثم قدمنا نموذجا يختلف في ظل هذه المشروعات المختلفة وتعاوننا معها من أجل أن تكون لدينا منتجة مختلفة. وأكدنا بأننا لا ننافس ولسنا أعداء لهم بل أصدقاء لهم. والشيء الآخر هو أن بعض هذه التكنولوجيات أو بعض الشركات التكنولوجية التي تؤكد أيضا على إجراء الأبحاث، حيث أن معظمها لا تستخدم في إنتاج المشروعات الهندسية، ولكن في هذا نقوم بإنتاج عدد من المعدات الصناعية التي تستخدم وإنتاج أيضا عدد من البيانات التي يمكن أن نستفيد منها، خاصة في ظل تعديل المعدات وإنتاج المعدات التي نستخدمها في هذه المجالات المختلفة من أجل الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة، خاصة في مجال معالجة المياه، ولا سيما في مجال حلول السيراميك في تحلية المياه وتنقيتها. وأعتقد أن هذه حلول خلاقة، خاصة في ظل معالجة المياه الصالحة للشرب، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يكون مفيدا خاصة في استخدام هذه. لكم وفر الشكر. شكرا. أشكر لي والآخرين والفريق على دعوتي للمشاركة ودعوتي لكي أكون مشاركا في هذا المحفل. أعتقد أنها 13. اسمي محمد فيلمبان، وبما أن هذا الفريق معني بإحراز التقدم الكبير، حيث أنني هنا أشير إلى الكوانتم كومبيوتينغ أو حوسبة البيانات الكبيرة، حيث أنني حصلت على البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وفي 2011 كنت في أول دفعة تنضم إلى جامعة الملك عبد الله العلوم والتكنولوجيا، وحصلت على وعملت مع البروفيسور باسم شحادة، وفي 2012 التحقت
ببوردو جامعة بوردو، وفي بوردو اجتمعت التقيت بزوجتي التي كانت طالبة تدرس في بوردو، وحصلت على الدكتوراه في مجال هندسة الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية، ومن ثم عملت بالجامعة مع أن الدكتوراه كانت عن أمن البيانات والمعلومات، ولكن إن هذه حصلت عليها. وأذكر في ذلك الحين بأنني كنت متجولا في واحدة من الأماكن في الجامعة في المكتبة، وكنت أعمل مع عدد من الأصدقاء، وواحد منهم أشار إلى هذه المعدات الجديدة التي توفرت في المكتبة، وكانت تشير إلى المعلومات الكوانتم، وحصلت على ذلك الكتاب. ومن ثم حينما اطلعت على ذلك الكتاب، ومنذ ذلك الحين اطلعت على كثير من المعلومات فيما يتعلق بهذه المعلومات، ومن ثم اطلعت على عدد من البيانات، خاصة في ظل المعلومات عن المقادير المختلفة والكميات المختلفة أو الكميات المتناسبة. ولكن مع أنني لم أكن متواجدا في فترة الصيف، ولكن تحصلت على بعض المعلومات، خاصة في ظل النظرية المعلوماتية. وفي 2018 انضممت إلى إدارة هندسة الكمبيوتر، وكان ذلك منسجما مع تحولات كبيرة في ظل هندسة الكميات المتناسبة، وخاصة ما تم الحديث عنه، والثورة الكبيرة التي حدثتها جوجل والشركات الأخرى في ظل ثورة الكميات المتناسبة الأخرى. حيث أنني أذكر واحد من الطلاب سألني ما الذي تعنيه هندسة الكميات المتناسبة، وقضيت محاضرة بأسرها أشرح ذلك، ومن ثم أكدت على أننا يمكن أن نخصص موضوعا لدراسة ذلك في كليتنا. ومن حسن الحظ فإن الجامعة ما زالت تمر بعدد من التطورات المختلفة وإعادة الهيكلة، وجزء من ذلك بأننا لسنا جامعة فقط درس الطلاب، بل هناك عدد من الطالبات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. وفي كلية العلوم الفيزيائية فإننا قد شاركنا عدد من المنافسين في دراسات مختلفة في هذه الدورات والدراسات. وفي عقب سنتين من ذلك فإن الجامعة أنشأت 5 مراكز جديدة، من ضمنها أنظمة الذكاء الآمنة، وهناك حوالي 35 أستاذا من مختلف الإدارات، وهذا يعكس الأنواع المختلفة من المجالات التي نقوم بها والتي نعكف على القيام بها في المستقبل. هناك 5 باحثين متفرغين وطلاب ما بعد الدكتوراه وعدد من الباحثين. ومنذ وفي ظل هذا العنوان أكدنا على أنظمة الذكاء والأنظمة المعلوماتية، والتأكيد على توفير أنظمة آمنة وتوفير هياكل مقاومة أو في ظل الأمن المقاومة، في ظل توفير جوانب الأمن السيبراني. وأيضا تحدثنا أو هناك جانب نغطيه عن
حوسبة الكميات المتناسبة، وابتداء من جوانب الهاردوير إلى البرمجيات، وكان ذلك أخذ مني وقتا وقسطا من الزمن من أجل أن أقنعهم بهذه الجوانب. لذا فإن الكمبيوتر بدأ منذ مرحلة مبكرة إلى أن نتوصل إلى هذه المرحلة اللاحقة، وبدأنا عقب ذلك الانطلاق إلى الكمبيوترات الرقمية منذ الستينات، ومن ثم وصلنا إلى هذه المرحلة التي وصلنا فيها إلى الشاهين الثاني وشاهين الأول وشاهين الثاني في كاوستا، ومن ثم كانت هناك قيود محددة في تركيزنا على أجهزة الحوسبة الرقمية، حيث أن هناك جوانب محددة التي نشير إلى أن هذه الأنظمة تتضاعف الجهود بشأنها في النمو والتطور عقب كل 10 سنوات، وهذا يشير إلى أننا نعمل في ظل توفير جوانب هذه التكنولوجيا، حيث أن هناك بعض التطورات التي نطلع عليها في هذه المجالات. ومن ثم العلماء أكدوا على أننا بحاجة إلى أن نؤكد على تحولات جديدة، حيث أن واحدة من الأسئلة المبكرة التي أثيرت في ظل المحاكاة الفيزيائية في استخدام الحوسبة وأجهزة الحاسوب، حيث أن هناك سؤال: ما هي أنواع الكمبيوتر التي نستخدمها من أجل محاكاة الفيزياء، وما هي الفيزياء التي ينبغي محاكاتها باستخدام جهاز كمبيوتر كبير؟ ومن ثم بدأت استخدام حوسبة محددة في هذا الشأن، وذلك يصب في تركيزي على هذه الجوانب المعينة، وهذا يشير إلى النمط المحدد، حيث أننا يمكن أن نأخذ أي قيمة ما بين 0 إلى 1، والمبدأ الآخر معني بالتداخلات هذه ما بين هذا العامل والعامل الآخر، ومن ثم يمكن أن نستخدم ذلك في إحصاءات حوسبة. وفي نهاية المطاف نبدأ إلى الربط بين كافة هذه الجوانب، وبالتالي لا يمكن أن نفصل أو يقودنا ذلك إلى تفاصيل دقيقة، ومن ثم نقوم بقياس هذه الأوجه التي حتى لو تم فصلها إلى مختلف الجوانب، فإن أينشتاين لم يكن مرتاحا تجاه هذه القاعدة، وبالتالي أشار إلى هذه العوامل الجديدة. لذا هذه هي المبادئ التي أكدنا عليها، وما الذي يمكن أن نفعله حيال هذه المبادئ؟ لذا فإننا بدأ العمل في ظل هذه الجهود في الثمانينات، ولكن هناك عدد من المبادئ الرياضية المختلفة، مثلا في ظل التلاعب بهذه البطاقات المختلفة بمختلف الألوان، اللون الأحمر واللون الأسود، وهناك مجموعة أخرى من الألوان المختلفة. ولذا متى يتحول هذا الرقم ما بين الأسود، وما هي هذه العلاقة ما بين هذه الأشكال المختلفة؟ لذا فإنني إن قمت بالرسم هذه الأشكال على هذا النحو في خلفية هذه البطاقات من أجل تحديد إن كانت هذه المجموعة هي متوازنة أم غير متكافئة، ولذا كم هي عدد الأزواج التي يمكن أن تقودنا إلى هذه النتائج. ولهذا فإننا إن قمنا بهذه هذا السحب أو السحب مرة أو مرتين يمكن يقودنا إلى أرقام محددة أو متوازنة أو غير متوازنة، ولكن عالم الرياضيات الهولندي الذي قام بوضع أول معادلة المقارنة في ذلك الحين، حيث أنه قد عكس بأننا فقط بحاجة إلى سحب لمرة واحدة، وعقب ذلك لأننا علماء ويجب
يجب دائما أن أتوصل إلى حقائق محددة من جراء هذه التجارب. ومن ثم هناك عالم آخر جوزاء الذي قام بوضع علامة جديدة حيث أنه أخذ عاملا آخر 2.1 أو توصل إلى معامل واحد مثلا أو أكثر من الواحد. وبالتالي فإننا هذا ربما يقودنا إلى عدد آخر من الاحتمالات في ظل الجيجا بايت أو التيرابايتس. وهذا أيضا يشير إلى 299، هذا في ظل عدد الذرات التي نقوم بالحصول عليها. وهذا يشير إلى إنجاز كبير في ظل إحصاء الكميات المتناسبة. وهذا أيضا يشير إلى عدد من التدخلات في ظل حساب هذه الأنماط المختلفة. هناك أيضا عنصرا آخر في ظل هذه العمليات الخوارزمية المختلفة من جانب بيتر شور الذي أشار إلى هذا التطور في 2002، حيث أن ذلك أشار إلى تقسيم هذه الأجزاء إلى 2. وبالنسبة للكريبتوغرافي، كل الخوارزميات للآر سي مبنية على ما صعب حساب الفاكتورايزيشن. وإذا تابعتم الأخبار قبل أسبوعين أو ثلاثة، مجموعة صينية ادعوا أنه لديهم خوارزميات بالإمكان أن تجعل آر اس اي كي حوالي 300 كيوبتس، وهذا في الحقيقة تقدم كبير. ولكن بعد قراءة بعض أبحاث الباحثين سكوت أريسون وبروس سنايزر، ليس هناك حاجة للقلق، لأنه هناك بعض الخطأ في هذه الخوارزميات. على الرغم من ذلك، العالم موسكا قال ليس هناك حاجة لأن نذعر الآن، ولكن ربما في جهودنا لكوانتم سيف كريبتوغرافي. فهذه التنبؤات لعدد الكيوبكس. مع التقدم، أعداد الكيوبتس الموضوعة في الأنظمة تتزايد، أعداد الكيوبتس تتزايد. الشهر الماضي IBM أعلنت أنه لديها حوالي 400 كيوبتس. في 2025 يتوقع أن يكون 1000 كيوبتس، في 2030 أن يكون 1,000,000 كيوبتس. وذلك طبعا سيضع كل البروتوكولات الأمنية في مجال الخطر. لكن ليس فقط الأمر يتعلق بالأمن، وليس هو التطبيق الوحيد للحوسبة الكمية. هذا تقرير من MCIT، وزارة تقنية المعلومات والاتصالات، حيث حددوا مجموعة من التطبيقات المحتملة للحوسبة الكمية مع تنبؤاتها. إذن ما الذي نقوم به في كلية الملك فهد للبترول؟ وقمنا بإنشاء مساق للماجستير في معلومات الحوسبة، في حوسبة ومعلومات الكم. ولدينا 20 طالبا، بعضهم موجودين هنا، ولدينا طالبة هنا أيضا هي طالبة ماجستير في كاوست. في هذا البرنامج قمنا بإعداد 8 كورسات من الفيزياء إلى الرياضيات إلى الحوسبة وغير ذلك. وقمنا بتطوير برنامج مركز لطلبة البكالوريوس، وتخرجوا من لدينا 15 طالبا في هذا المركز في أنظمة الذكاء الصناعي. لدينا مجموعة من العلماء الذين يعملون على الحوسبة الكمية مختلف مجالاتها من الفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر وهندسته. بشكل سريع سوف أشرح بعض المشاريع البحثية التي يقومون بها. لدينا مجموعة من الأساتذة معنيين بأجهزة الكم كوانتوم هاردوير، وقاموا بصناعة رقاقة بالشراكة مع بيركلي هنا في كاوست. ما يقوم به الآن هو عمل محاكاة وخصائص لهذه الرقاقة. لدينا مجموعة أخرى من الأساتذة يعملون على توبولوجيكال كيوبيتس والكوانتوم سنسنج، استشعار الكمي
استخدام برف سكايب. أنا أعرف أنه وقتي انتهى، ولكن بشكل سريع سوف أشرح بعض الأبحاث التي يقوم بها حاليا في الحوسبة الكمية. هذا برنامج عملت عليه مع أحد الطلاب، ونشرنا ورقة في مؤتمر محلي، ونريد أن نتحقق هنا في هذا المشروع من استخدام التعلم الآلات للحوسبة الكمية. فقمنا بعمل في تصنيف الحوسبة الكمية، ونعمل الآن على خوارزميات كمية لاكتشاف في الصور السيزمية أو الزلزالية. كذلك نقوم بمشاريع استكشافية في مجال تطبيق خوارزميات الكمية فيما يسمى VRP، مشاكل مسارات المركبات، ونريد أن نستخدم الخوارزميات الحالية من أجل حل المشاكل المتعلقة بمسارات السيارات، ونعمل كذلك على تصحيح الأخطاء الكمية، وهي أحد المشاكل في الحوسبة الكمية، حيث نريد أن نطبق أو نستخدم التعلم المعززة لفك الشفرة في تصحيح أخطاء الكم. والشيء الأخير، نقوم بعمل الكوانتوم كريبتوغرافي، حيث مؤخرا نست قامت بتنميط وضع المعايير لأحد الخوارزميات كريستال كايبر التي ستكون المعيار القادم للكريبتوغرافي. فننظر إلى تطبيق ذلك أو تطوير المزيد من البروتوكولات الأمنية المقاومة للحوسبة الكمية أو للكم. انتهى وقتي. إذا ما أردتم أن تتعرفوا أكثر على أبحاثنا، يرجى زيارة موقع المركز أو موقعي الشخصي. شكرا جزيلا لكم، ويسرني أن أتلقى الأسئلة. ما هي الخطوة القادمة؟ لأنه الكلية الملك فهد من أكبر الجهات المعنية بالحوسبة، ما هي الخطوة التالية التي ستقومون بها لبلدنا من أجل تحسين وتطوير هذا المجال الهام؟ شكرا لك يا روان لهذا السؤال. أعتقد أنه الخطوة التالية هي توسيع مجموعتنا البحثية ونتعاون أكثر، فلا نريد أن نعيد اختراع العجلة في الأبحاث، فنريد أن نوسع مجموعتنا وأن نتعاون بشكل أكبر مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم. ولست متأكد أن كان هناك من عمل يقوم في هذا المجال في كاوست، لكننا مسرورون بالتعاون مع كاوست، ولدينا طلاب مثلك درسوا في الخارج، بالإمكان أن ينقلوا المعرفة عودة إلى كلية الملك فهد أو إلى المملكة عموما. تهانينا لهذا العرض والعمل الرائع الذي تقومون به، كذلك الاطلاع على البيئة الأكاديمية والتدريس في الجامعة. أدرك من خلال ذلك أنه كان هناك الكثير من العمل الذي قمتم به لإنشاء هذا البرنامج الدراسي وتصميم المنهج، فكيف كانت هذه التجربة بالنسبة لكم؟ أنا أحب التدريس، ولهذا أنا أستمر في العمل كأكاديمي، ولكن نعم مجددا الأمر لا يتعلق بإعداد الشرائح وغير ذلك، وإنما التفاعل مع الطلاب والعودة إلى كل النقاط التي طرحوها وتغيير الشرائح وغير ذلك، فهي عملية مستمرة وجهد مستمر. اليوم لدي هذا العرض، السنة التالية يكون لدي عرض مختلف عن نفس الموضوع بسبب هذا التواصل مع الطلاب، فأقضي الكثير من الوقت في الجانب البحثي، والتدريس يأخذ مني وقتا، لكن نحن نستثمر وقتنا في تطوير الكورسات والتعلم في المواد الجديدة والمواضيع الجديدة أيضا. شكرا. شكرا لكم.
So just a moment. نختتم ما كان عرضا ممتعا وأحد أفضل الأيام بالنسبة لي في السنة هو سلسلة محاضرات الخريجين، ومما سمعناه تبين أنه كان منتجات كبيرة، وأكبر منتج من الجامعات هو أن ترسل الخريجين للعالم. فنحن هنا في المملكة نرسلكم لكي تحدثوا أثر وطني وعالمي. المتحدثون اليوم عرضوا ذلك وجسدوا ذلك بشكل جيد. إذا ما فكرنا في حافة العلوم، فما شاهدناه اليوم هو عملية متعددة الجوانب. ليس الأمر يتعلق فقط بأشخاص يتواجدون في المختبرات والمعامل أو المكاتب لوحدهم، وإنما هو مسعى اجتماعي وشامل وتحمل المخاطر والمجازفة، وكذلك إضافة الخبرة الفنية إلى العملية. فشاهدنا كامل هذه الجوانب، أشخاصا يصنعون الأثر ويوفرون الفرص للآخرين ويقدمون مساهمات رائعة لمستقبل مستدام. فتهانينا لكم جميعا، نحن مسرورون بإنجازاتكم كلكم وما تقومون به والأثر الذي تحدثونه، ونتطلع إلى أن نرى المزيد منكم ومن كل زملائكم طبعا من الخريجين في الحاضر والمستقبل. فشكرا جزيلا لكم وتهانينا لكم جميعا. والآن لي سوف يدير ما تبقى من البرنامج. لي تفضلي. لمتحدثينا الرائعين، شكرا جزيلا لكم لعرضكم تجاربكم وما حققتموه كنتيجة لما درستموه في كاوست. كان يوما رائعا، وكما ذكرت في المقدمة ليس هناك الكثير من الأشخاص الموجودين هنا في القاعة، لكن لدينا أيضا جمهور أونلاين، لأن هذه الفعالية هجينة متوفرة كذلك أونلاين. يطيب لي الآن أن أقدم لكم هدايا تذكارية وبعض الصور الرسمية، وكذلك أريد أن أشكر رئيسة برنامج الإثراء الشتوي 2023 البروفيسورة ديربان الموجودة هنا، والتي ستقدم لكم الهدايا التذكارية. فإن كان بإمكان المتحدثين الكرام أن يأتوا هنا، أو جميعكم أن تأتوا إلى هنا، وسنعطيكم الجوائز، نسلمها لكم جميعكم في نفس الوقت. And then Ahmed من ثم أحمد الفضل. لدينا رئيسة برنامج الإثراء الشتوي ورئيس فرع الخريجين في المملكة سيد أحمد. We just have to find the gifts. Yes, yes, please. If you'd all come into the middle of the into the unknown and do something sometimes without knowing how the outcome will be. There is nothing exciting about a safe bet or the middle of the road. If you're not on the edge, you're taking up too much space. Find the strength to overcome the challenges ahead. There's an incredible human being left for you to discover once you reach the edge.
If you want to make a difference in life, be a scientist.